احنا محتاجين هذا الدور. النهارده لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم بيه بنفس الكفاءة. وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة دكتور مصطفى. بالعكس وإحنا بنعترف بكده ومحتاجينه. إحنا بنتكلم في أكتر من 50,000 جمعية موجودة في مصر، لكن أنا بتكلم تحديداً النهاردة على كيانات التحالف وبقول مزيد من الكيانات الأخرى تنضم، لأن الدور المجمع المحشود أو المعبأ واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقة اللي اتعرضت سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الصحي أو على المستويات الأخرى بتاعت الاجتماعية اللي بتتم. لا طبعا الجهد المتنسق ده أو اللي التحالف بيقوم بيه واضح جدا جدا خلال السنة دي. وبالمناسبة لازم كمان نشكر كل المساهمين طبعا. كل المساهمين من فضلكم سواء كانوا في مصر أو خارج مصر، نوجه لهم التحية ونشكرهم على دعمهم، لأن الكلام ده بيتم من خلال دعم كل إنسان عنده الثقة وجواه الخير، اللي عايز القدرة اللي عنده والمساعدة اللي عنده تصل إلى الناس. فإحنا وبالأرقام اللي اتقالت سواء 10 مليار أو كده، دي عبارة عن أموال المتبرعين، مش كده ولا أنا؟ مظبوط يا فندم. فبشكركم وربنا سبحانه وتعالى يعني وجه لكم الخير على اللي أنتم بتقدموه، ومحتاجين زيادة.